السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صف ثالث. اليوم سوف نتعلم أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام: كيف، كيف، هل، هل، لماذا، لماذا، أين، أين، متى، متى، ماذا، ماذا، كم. حروف الجر، حروف الجر: من، إلى، من، إلى، عن، على، في، الباء. الفعل المضارع، الفعل المضارع: حروف المضارع هي: كيف نعرف الفعل؟ If the verb start in letters from this a, ya, ta, na. Like أرسم، أنا أرسم، هو يرسم، هو يرسم، هي ترسم، نحن نرسم. الآن هيا نقرأ هذه الفكرة ونستخرج منها اسم وفعل وحرف. هيا نقرأ: أنا أعيش في دبي وأسكن في بيت جميل. في العطلة أذهب إلى الحديقة مع أسرتي ونمارس ركوب الدراجة ونستمتع جداً. ما أجمل العطلة. We need to find اسم وفعل وحرف from this paragraph. اسم مثل دبي، دبي. بيت، بيت. العطلة، العطلة. الدراجة، الدراجة. الحديقة، الحديقة. فعل مثل أسكن، أسكن. نمارس، نمارس. نستمتع. أعيش. أذهب. حروف، حرف مثل حروف الجر وهي في، إلى، عن، على، باء، من.